طيب سؤال ثاني، حق الطيران سلمتك سينماتيك او حق المبتدئين بي اي دي؟ شوف البي اي دي خليني اشرحها بطريقه سريعه جدا لانه معقد شوي، بس خليني اشرحها شوي حتى يعني يكون البث له قيمه. البي اي دي هي عباره عن التحكم بالجايروسكوب او ردات فعل الجايروسكوب. مثال هاي بطل المي، هذا لو كان مغطى انا ما شايف شو في جواته. لو سمحت بس فيك تحط السؤال بالاستفهام عشان ينعرض، عشان ما شو ايش افضل لونج رينج ريموت دي جي اي او الانالوج ريموت كنترول؟ لا مش دي جي اي ابدا، ريموت كنترول كروس فاير. المهم خليني بس ارجع على السؤال. الانسان لما يشوف بطل مي مليان راح يعطي الاوردر من مخه الى العضل انه يقدر يشيل بقوه معينه حتى يقدر يشيلها بطريقه صحيحه. طب لو انا تهيأ لي انه هي مليانه ولكن هي فاضيه، شو راح اسوي؟ امسكها ارفعها بسرعه، فراح تصير مشكله. هذه هي البي اي دي. سبحان الله جسم الانسان بيعدل البي اي دي على حسب النظر وعلى حسب معرفه قوه الجسم ووزن القطعه اللي هو بيشيلها. نفس الشيء بالريسنج درون. هلا بس المشكله بالريسنج درون الجايرو ما راح يعرف شو نوع المحرك ووزن الطياره وتوزيعه الطياره وكل هالامور هذه. فانت بتبرمج هذا الموضوع. وعليكم السلام ورحمه الله. انت بتبرمج هذا الموضوع بي اي دي ثلاث خانات موجودين. اي واحد درس ميكانيك، اي واحد درس اشياء عن الجيروسكوب، سدود، ردات فعل، كل هالامور هاي راح يعرف شو يعني البي. معناتها اذا انا اعطيت اوردر فورورد كم بدها تميل، كم بدها تخفف سرعه هاي المحركات وتزيد هاي المحركات عشان توصل لهاد الميلان وتثبت عليه. هذا شرح مبسط، اللي يعرف لسه اكثر يقدر يصحح لي، ولكن هذا الشرح المبسط اللي انا بفهمه بمخيلتي عشان اقدر اسوي تيونينج للطياره. وصلنا لهذا المكان، مجرد ما انا اشيل ايدي كم بدها الطياره ترفع سرعه المحركات هذول وتخفف هذول المحركات عشان تثبت على هذا الموقف. بدون اذا زادت اكثر راح ترتد، يعني صارت مثل اسمه باونس، واللي هو الدي. كل ما زدت الدي كل ما قل الباونس، لأن الطيارة ما بتعرف شو أجزاء أو شو أغراضها. وهالأجزاء هاي مش ذكية، معناتها ما في تواصل بين هاد وهاد يقول أنا على هاي السرعة وأنا هيك قوتي وأنا هاي كذا. لا لا، هاي المحركات يعني عادية ما فيها شيب أو كمبيوتر يدرسها. الشغل كله بس على الفلايت كنترولر على ميلانه. فعشان تحافظ على هالميلان كم راح تعطي أوردر لهدول ولهدول عشان يرجع على السرعة الصحيحة وتحافظ على هاي. لو ارتدت معناتها الدي عندك منخفض. لو ارتدت يعني انت اعطيتها لقدام وتركت هي ارتدت، معناتها الدي منخفض. اذا انت اعطيت لقدام وتحركت كانها مغرز الطياره، معناتها الدي جدا مرتفع. طيب الاي شو هو؟ الاي طياره طايره بهالشكل هذا، اجى عامل خارجي دف الطياره. مقاومتها للعوامل الخارجيه معناتها شو؟ اذا في هواء، انا مثلا رميت الطياره بهالشكل هذا، اذا في هواء وميلها بهالشكل يعني على هذا المحور بسبب الهواء، او هي ونازل بدأت تهز على محور البيتش، معناتها الاي على محور البيتش منخفض. بيتش رول يخلي بهالشكل بيتش رول ياو. اذا انت مثلا ماشي بسرعه لقدام وحسيت الطياره قاعد تسوي درفت مثلا لورا او ترجع لورا، معناتها يا اما البي منخفض يا اما الاي منخفض. اذا انت رفعت البي الى اقصى درجه قبل ما تصير في ارتجاج بالطياره وبعدين ثبتها يعني، وظلت الطياره ترجع لورا مثلا ولا بسبب الهواء قاعد تفتر، معناتها انه الاي على هذا المحور منخفض، ترفع شوي الى ان يثبت. كيف بتعرف انه الاي زياده عن اللزوم؟ معناتها اذا انت اعطيتها حركه كمان تحسها مغرز الطياره، تحسها ملزقه بمكانها وما قادر تعطي الاوامر صحيح. هذه هي البي اي دي بكل اختصار. ولكن البيتا فلايت وحتى الفلايت كنترولر صار فيها فلاتر وصار فيها اشياء يعني تدعم هذا الموضوع، ولكن انا ضد الفلاتر، ضد هالامور هذه كتيونينج كبدايه. الواحد يفهم شنو البي اي دي بالضبط، يعملها تيونينج بدون اي فلتر اي كذا الى ان توصل للمرحله الصحيحه. طبعا يؤثر شكل المروحه، وزن الجو برو، تيونينج بدون جو برو بيفرق عن تيونينج مع جو برو، غيرت المروحه فرق معك التيونينج. anyways إذا صارت مشكلة فيها وقتها الفلتر بيساعدك،
لا تخليه هو يكون اساسي، خليه يكون مساعد لك. هاد البي اي دي. طيب في بس قبل ما افتح سؤال ثاني، في الريت، الريت والاكسبو والسوبر ريت. ريت اكسبو سوبر ريت هذول ما لهم تيونك، هذول يعتمد على ايدك انت. معناتها مثل الماوس مثلا، اذا انت جيمر بالماوس فيك تقول لي انت شو الحساسيه الصحيحه عشان تقدر تحرك الماوس؟ لا، هذا انت تعتمد على سرعه بديهتك، على ردات فعلك. هالامور كل ما كانت ردات فعلك اكثر تقدر تحط ريت اعلى عشان تقدر تعمل تلف الطياره بسرعه اسرع على المحور نفسه يعني. فهذا يعني، والاكسبو اذا زدت اكسبو معناتها بتصير الحساسيه بالوسط اقل. بس طبعا اذا انت اصغر بالعمر يعني ممكن تحس حالك انك تقدر تتحكم على الستيك على الوسط افضل من اللي اكبر من العمر. What is the difference between digital analog